السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا زينين. هنا اليوم إن شاء الله راح أشرح الملزمة الخامسة من مادة الميديكال كيمستري Lecture 5، أقول لك البادي بي اتش بالانس. زين، البادي بي اتش بالانس يعني بين قوسين هاي الملزمة شلون أقول لك؟ أهم شيء بيها تتعلم شلون يصير التوازن مال بي اتش مال الجسم. الجسم مالتنا عنده يعني شو رينج مال بي اتش طبيعي، هذا الرينج مال بي اتش طبعا يكون من 7.35 الى 7.45. 7.35 الى 7.45 هو الكميه الاعتياديه اللي تكون لا هي حامضيه ولا هي قاعديه. فاذا صار اكو زياده بالبي اتش يعني صعد فوق 7.45 يعني ازدادت القاعديه، لازم اكو فت خطوط دفاع بالجسم لح تخلينا تخليه يقل يرجع المستوى الطبيعي. واذا صار بالعكس نقصان بي يعني زادت الحامضيه لح خطوط دفاع بالجسم ايضا لح تزيد البي اتش بحيث رجعه للمستوى الطبيعي اللي هو هذا. زين، فيعني يا الله نبدي learning objectives. أول شيء بالبداية نقول لك أول شيء نحن نتعلم عنه هو body pH balance. هي body pH balance تنظيم أو الموازنة مال pH بالجسم. buffers in the blood. البافرز شنو البافرز؟ تعرفوها مخدام بساس. البافرز هي هنا اللي نأخذها حاليا إنه هي من الخطوط الدفاع اللي موجودة اللي لح تنظم البي اتش مال الجسم. زين، وذا افكتيفنس اوف بلود اوف بلود بفر، التاثير مال البلود بفر الدم، البفر مال الدم. ريجوليشن اوف بلود بي اتش، شلون يتم تنظيم البلود بي اتش، البي اتش اللي موجود بالدم اللي هو داخل جسمنا هو هذا نحكي عليه. والبلود جيزز او بلود جازز يعني الغازات مال البلود. زين، اول ما نبدي يقول لك احنا واي تو ريجوليت، هذا اول سؤال. يقول لك اني اصلا ليش قاعد انظم البي اتش مال الجسم؟ ليش؟ اقول له اكو سببين كلش مهمات. اول سبب هو واحد تو مينتين هوميوستاسيس، تو مينتين هوميوستاسيس عم احافظ على التوازن اللي بالجسم. اثنين ريجوليت انزيماتيك فانكشن، ريجوليت انزيماتيك فانكشنز انه يابا يحافظ يعني او ينظم الانزيماتيك فانكشن، الفانكشن او يعني الوظيفه مال الانزيمات. زين، الانزيمات هي نفسها تقريبا البروتينات مثل ما مكتوب بالملزمه الرابعه. طبعا اكو صله بين الملزمه الخامسه والملزمه الرابعه، بس ان شاء الله يعني هحاول قدر المستطاع انه يعني تطلعون يعني من الملزمه الخامسه حتى لو ما قرأتوا الرابعه تفهمين هاي الملزمه يعني ان شاء الله. بس طبعا اذا تقرا الملزمه الرابعه يكون افضل واحسن عمود ويا احسن. زين، اوكي، بس مثل ما قلت يعني عندك بالملزمه الرابعه كاتبين انه اذا صارت الاسيديتي زادت او قلت يعني بي اتش زاد او قل راح يؤدي الى انه البروتينات ما تشتغل عدل، فبالتالي انزيماتيك فانكشن اللي هنا ما حيشتغل عدل دوت فانكشن. فلهذا اريد اسوي ريجوليت عمود ريجوليت انزيماتيك فانكشن. زين، قبل اطب الملزمه انا سويت رسم هيك يعني هيك رسم بدائي عمود شلون تفتهمون بشكل مبسط يعني هشرح تقريبا تقدر نقول بهذا السلايد لحشرح النص كامل من الملزمه تقدر تقول اللي هو البارت الاول من هاي المحاضره تقريبا اشرحها كله بهذا الرسم. زين، بشكل مختصر عمود من نمشي تفهمون الموضوع كله. اول شيء عمود تعرفون انه اول شيء هذا هو مجرى الدم. عمود يعني كبر رسم خاطر مفهوم عندكم، هذا هو مجرى الدم. زين، هاي هي خليه السيل اللي يصير بها ميتابوليزم اللي يصير بها الايض. زين، وهاي هي خطوط الدفاع، هذا الخط الدفاع الاول، هذا خط الدفاع الثاني، هذا خط الدفاع الثالث اللي هسه حتعرفوهن وحده وحده اللي هي هذا البفر سيستم، هذا اللانجز، هذا الكيدني هسه نشرح عليها من نبدي. وعندك هنا فد معادله كلش مهمه وكلش زينه هي موجوده بالملزمه الرابعه وهسه هم ناخذها من بالملزمه الخامسه. هاي المعادله موجوده يعني لها شغل تقدر تقول اهم شيء شغلها بالبفر سيستم. زين، هي يعني لها دخل باللانجز والكيدني بس اهم شيء تقريبا بالبفر سيستم، فركزوا عليها. يعني هسه عم نشرحها انه CO2 يتفاعل ويا H2O عمود يكون لي H2CO3. H2CO3 يعتبر اسيد موجود بالدم، فح ديسوشييت راح يتفكك الى منه الى H موجب و HCO3 سالب. طبعا ال H الموجب يعتبر حامض و HCO3 سالب يعتبر قاعده. زين، نبدي نشرح. فاول شيء بسم الله يقول لك اول شيء احنا هسه عندنا سيل،
عندنا هنا سيل صابيها ميتابوليزم، من صابيها ميتابوليزم راح تطلع ويست برودكتس وايضا كربون دايكسايد سي او 2 الى مجرى الدم، فلح اول شيء راح تطلع لي سي او 2، فصار هسه اكو عندي سي او 2 بالجسم زين، يعني بمجرى الدم. هذا السي او 2 اذا بقى يعني اذا تراكم وصار هواي لح يصير الدم حامضي. يا بشلون يصير الدم حامضي؟ حسب المعادله اللي هي هنا فوق باو، السي او 2 راح يتفاعل ويا الاتش 2 او، الاتش 2 او طبعا الدم يتكون من 90% مي اتش 2 او، فحيتفاعل السي او 2 هو هسه مجرى الدم راح يتفاعل ويا الاتش 2 او، عمود يكون لي منو؟ عمود يكون لي باو هنا يكون لي اتش 2 سي او 3، هذا الاتش 2 سي او 3 مثل ما قلنا حامض راح يتفكك الى اتش موجب، اتش موجب هو الحامض القوي هنا حامض، فلهذا راح يزداد الاتش الموجب بالجسم، اذا طبعا تراكم هو سي او 2 راح يظل كرزة تستمر المعادله نحو اليمين، تستمر المعادله نحو اليمين فيزداد الاتش الموجب. راح يزداد هذا الاتش الموجب فراح تزداد الحامضيه وان جسم، فلهذا يعني انا اراد اسوي له هوميوستيسيس، يعني الخليه راح تظل تعطيني سي او 2 للدم، واني راح احاول اظل هذا السي او 2 انطيه باتجاهين، طبعا مو باتجاه واحد، يعني اخليه يروح بسالفتين هسه حتعرفون، السالفه الاولى قلنا عن طريق هاي المعادله، السالفه الثانيه حيروح للونج بس وحده وحده. فاول ما نبدي اللي هو هسه سي او 2 موجود، CO2 تفاعل ويا H2O الموجود بالجسم، موجود يعني بالدم، ايش كون لي؟ كون لي H2CO3. نعم H2CO3، هذا H2CO3 ايضا ديسوشيت انتو H موجب زائد HCO3 سالب. هنا ركزوا لي باعوا وياي، هنا هسه اول ما نبدي اذا تلاحظون هذا كاتبان H2CO3 والHCO3 سالب، هذا هو البفر سيستم، وتحديدا البفر سيستم طبعا ينقسم عده بفر سيستم، مو بفر سيستم واحد بس، واحد من عندهم اهم واحد اللي هو الميجر مال جسم واللي هو اكثر واحد يشارك، فلهذا دائما نشرح عنه من نقول بفر سيستم، هو البيكربونيت، بيكربونيت بفر سيستم، بيكربونيت بفر سيستم. شلون يابا؟ يقول لك هسه اني هسه احنا هذا الموجود، هذا الموجود بالدم مالتنا، اكو سي او 2 طلع من الخليه وتفاعل ويا الاتش 2 او صار اتش 2 سي او 3، هذا واحد من البفر سيستم، وديسوشيت اتش موجب عن اتش 2 سي او 3. هنا اذا صار عندي بغير مكان، باي مكان بالدم صار عندي مثلا زياده بالحامضيه، يعني زاد عندي ايونات الاتش الموجب، زاد عندي الاتش الموجب او زادت الحامضيه، شربت فشي حامض ممكن، يعني الحامض بالمنظمه الرابعه ماخذين مالتها من ثلاث مصادر الها، يجي من عندها الحامضيه، فيعني واحدة من عندنا قلنا هاي انه زادت هسه الحامض، زادت هسه عندنا الحامضيه، فشلون انا هسه زاد عندي حامضيه اريد اخفضها عن طريق الاول واحد اللي هو البيكربونيت بفر سيستم، هذا البيكربونيت بفر سيستم او البفر بشكل عام يمتاز انه يشتغل خلال ثواني، ما خلال ثواني يعادل ويرجع يرجع الحامضيه او القاعديه يرجعها للبي اتش مال الدم، يرجعها للمستوى الطبيعي زين. فشلون يقول لك؟ يقول لك راح يتفاعل معه باوع الاتش سي او 3، اسف اذا زادت الحامضيه وزادت ايونات الاتش الموجب راح الاتش سي او 3، اتش سي او 3 سالب هذه باعتبارها قاعده راح تتفاعل ويا الحامض، حلو مثل ما مكتوب هاي المعادله باعوا ال HCO3، هذا ال HCO3 راح يتفاعل ويا الحامض عمود يكون لي H2CO3، وال H2CO3 راح يرجع يصير H2OCO2، وال CO2 هذا راح يروح بعدين لللنج ما ندخل به حاليا، بس المقصد انه الحامضيه ايش صار بيها؟ قلت عن طريق انه منو تفاعل ويا ال HCO3، تفاعل ويا الحامض وقلب المعادله نحو اليسار زين. هاي وحدة، إذا مو الحامضية اللي زادت، بالعكس الحامضية قلت، القاعدية اللي زادت يعني بين قوسين هذا باو، بين قوسين مو الاتش الموجب اللي زاد، بالعكس الاو اتش صار اكو زيادة عندي بالاو اتش سالب بالجسم، صار عندي زيادة بالاو اتش سالب بالجسم، فمنو اللي راح يتفاعل وياه هاي المرضى؟ اللي راح يتفاعل وياه هو ال HCO3 سالب، اتش H2 اسف H2CO3، H2CO3 هذا راح يتفاعل ويا ال OH وايضا راح يقلل لي القاعديه وراح يرجع ال pH للطبيعي، لانه مثل ما شفتوا انتم انه ال H2CO3 موجود بالدم ونفس الحاله ال HCO3 سالب موجود بالدم، فهذا هو يسموه بيكربونيت بفر سيستم، هذا
يكون بفر، ومرات القابلية أو يعني أهميته إنه خلال ثواني بس، وهو خط الدفاع الأول، خلال ثواني راح ينظم لي البي اتش. زين، ما فات أو صارفت خلل بي أو 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 ميت سالفة وسالفة، فعندنا خط دفاعي ثاني ألا وهو اللانجز، آسف الثاني، خط دفاعي ثاني باو، هذا واحد، هذا خط دفاعي ثاني اللي هو اللانجز اللي هو الرئة. شنو يا برضه؟ يقول لك هسه أكو با أكو سي أو تو، أنا عندي هسه سي أو تو بالدم، جزء من عنده يتفاعل ويا الإتش تو الموجود بالمي وكون لي إتش تو سي أو ثري، ويعني ومشى واشتغل ضمن البيكربونات بفر سيستم. الجزء الآخر راح ياخذ الدم وين يوديه؟ يوديه لللانجز، يوديه للرئة. من عنده أنا هذا السي أو تو موجود بالرئة، لح اكسهيلد اكسهيلد، لح شلون اقول لك، عمليه الزفير، لح طلع برا برا الجسم، ها هي، فطلع سي او 2 برا الجسم عن طريق عمليه الزفير عن طريق اللانجز. حلو، فاحنا نحفظ انه السي او 2 من يطلع من الخليه لح ياخذ مجريين، يعني يا انه يتفاعل ويا المي، يا انه يتفاعل ويا المي ويصير لي بالبيكربونات بافر سيستم، يا انه الدم لح ياخذه يوديه وين؟ يوديه لللانجز للرئه، والرئه لح تطلع برا عن طريق عمليه الزفير. هذا هو بالنسبة لي الـ CO2. زين، نقول إذا CO2 إذا بقى وتراكم الـ CO2 لح يصير عندي زيادة بالحامضية، وهذا الأتش الموجب لهنا لح يزداد لح يزداد لح يزداد، فحيصير الدم حامضي عندي، فأنا ما أريد، دائما عندي بيكربونات بفر سيستم وعندي اللانجز. زين، اللانجز تكون شوية شغلها أبطأ من البفر سيستم، تاخذ 1 إلى 3 دقائق، يعني دقيقة إلى 3 دقائق تقريبا، هم مقبول يعني هم زينة. زين، عندك الخط الدفاعي الثالث ألا وهو الكدني. الكدني يعني يمكن هي كل الزينة تقريبا تقدر تقول، من ناحية يعني أنه تحافظ على البي اتش أو التوازن مع البي اتش، بس تستغرق ساعات إلى أيام ممكن يلا تنظم لك البي اتش، ولهذا تكون يعني مو ذاك الشيء. زين، شلون الكدني تشتغل؟ قل لي الكدني أيضا نفس الحالة، هسه هنقول إذا زادت القاعدية بابا، هنقول لا هنمشي نفس النسق ما قبل شوية، ثواني هذا هنمسح هاي. زين، إذا زادت عندي الحامضية نفس الحالة، إذا زادت عندي الحامضية، الحامضية اللي هي اتش الموجب لح يتم امتصاصة من قبل الكدني، لح يتم امتصاصة من قبل الكدني وطلعه إلى الخارج عن طريق اليورين، طبعا ورا ما تدمجه أو يعني ما تخليه يتفاعل ويا ال ان اتش 3، يعني يصير باعوا ياي هنا اتش موجب زائد ان اتش 3 موجود بالكدني لح يعطيني ان اتش 4 موجب، هذا طبعا موجب بالمزمار الرابعة، راح يعطيني NH4 موجب، هذا NH4 موجب راح يطلع ويا اليورين، فبهيك حالة احنا تخلصنا من الزيادة بالأتش الموجب، ما صار اكو زيادة بالأتش الموجب وما صار اكو زيادة بالحامضية بالدم. زين، إذا بالعكس، إذا يابا بالعكس صار عندي زيادة بالـ OH السالب، زين هاي OH السالب OH السالب يعني أمين، إذا صار عندي زيادة بالـ OH السالب أيضا راح يتم امتصاصه من قبل الكدني، بس طبعا الكدني اكثر شيء تمتص HCO3 سالب واحد، ايضا راح يتم امتصاصه من قبل الكدني وممكن نتوجعه، ممكن هي تستغرق ساعات الى ايام، فممكن نتوجعه للدم في حال خلال ما هي امتصته لح يرجع الحامضيه تزداد، فممكن الكدني هالمرضى تواجع للدم بحيث ك ك ك او اتش راح يتفاعل ويا الاتش الموجب مال الحامضيه ويرجع ايضا يصير هوميوستاسيس، راح يصير ايضا توازن بالبي اتش. زين، هاي بشكل عام يعني حاليا هن ذني خطوط دفاع، راح نفهمها اكثر وبالتفصيل تقريبا بالتفصيل بالسلايدات الجايه يا الله. فيقول لك اول شيء هسه اول ما نبدي يقول لك اول ما يبدي بودي بي اتش بالانس الهيدروجين ايون ريجوليشن، يقول لك concentration of hydrogen ion، تركيز الهيدروجين is regulated sequentially sequentially by شنو بالتعاقب، يعني by ثلاث اشياء، ثلاث خطوط دفاع، الا وهي اول واحد chemical buffer system، chemical buffer system البفرات بشكل عادي تكون كذا بفر، ها هي موجوده بالدم act within seconds، لح تتصرف او لح اذا صار زياده بالحامضيه او زياده بالقاعده لح تجي البفر خلال ثواني لح تعالج الموضوع.
مفاد عندنا خط الدفاع الثاني اللي هو the respiratory center. the respiratory center اللي هو ايضا الجهاز التنفسي اللي هو موجود يتم التحكم به عن طريق البرين ستيم. برين ستيم برين ستيم هو الموجود جوا الدماغ تقدرون تقولون. هذا act within 1 to 3 minutes، يعني يتصرف خلال دقيقة إلى 3 دقائق عم ينقص الحامضية أو يزيد يعني أو ينقص القاعدية عم يبقى البي اتش ثابت. مفاد عندك خط الدفاع الثالث اللي هو الرينال اللي هو الكيدني ميكانيزم. رينال أو الكيدني ميكانيزم هي نفس الشيء. يقول لك require hours to days to affect pH change. اوكي هذا require يحتاج hours ساعات to days ايام عمود بس يأثر بال pH change. فهاي اول شيء. زين نجي سلايد لك يقول لك role of the lungs. لح نبدي نشرح عن اللانجز. زين لح نبدي نشرح عن اللانجز. يقول لك يا ابي one mechanism the body uses to control blood pH involves the release of carbon dioxide from the lungs. يعني كوفة ميكانيك ميكانيزم أو ميكانيك فشي ميكانيكي لح يستعمل الجسم على مود يعني شو عمود يسيطر على blood pH أو يسوي balance لل pH. شلون involves release of carbon dioxide from the lungs. لح يسوي exhaled أو release من carbon dioxide اللي هو CO2 من الرئة. يعني قلنا إذا carbon dioxide بقى بالخلية بقى بمجرى الدم وتجمع هناك بدون ما يصير لأي يعني بدون ما نطلع من الجسم أو نشوف له شارة بهيك حالة لح يتحول إلى حامض. لح يتحول إلى H موجب. لح تزداد الحامضية بالجسم. لح نتدمر بهيك حالة إنه البروتين ما تشتغل وجسم ما هيشتغل عادل. زين فلهذا أول شيء اللنج أو الرئة تسوي release of carbon dioxide from the lung تخرج الـ CO2. زين ويقول لك الكربون دايوكسيد اللي هو هذا شنو هذا الكربون دايوكسيد which is mildly acidic. هو يتصرف كحامضية. هو يعني يعتبر حامض. هو مو حامض بس يعتبر حامض لأنه قلنا حسب المعادلة اللي هي هاي اللي فوق حسب المعادلة اللي فوق الـ CO2 بالأخير لح ينتهي كـ H موجب فحيعتبر حامض. زين حتزداد الحامضية. اوكي فنكمل. طبعا هذا شنو هو CO2 is a waste product. هو من المخلفات of the metabolism of oxygen. هو من المخلفات الايض مال الاكسجين اللي حتصير بالخليه. بالخليه تعرفون راح يصير ايض وكذا وتفاعلات كيميائيه للاكسجين والاكسجين تحتاج عمود الخليه عمود تسوي فعالياتها. فها كله راح طلع لي waste products ومن ضمن هاي waste products راح طلع لي CO2. زين هنا أنا which all cells need يعني يقول لك إنه جميع الخلايا لازم تسوي تحتاج الأكسجين وتسوي أيض وتطلع لي CO2 جميع الخلايا ما هي أي مجال. يقول لك and as such is constantly produced by cells. من هو produced by cells؟ هنا يقصد CO2 produced by cells. يعني هكل ديش يعني صراحة ما بيها معلومات ذيك الأهمية هاي يعني فهمناها. يقول لك وراها as with all waste products carbon dioxide get excreted into the blood. يعني يقول لك انه الويست برودكت هذه ومن ضمنها كربون دايوكسيد راح يطلع من الخليه راح يروح اكسكريتد انتو ذا بلود راح يطلع الخليه انتو ذا بلود. ملخص الحكي الاثنين بهذا السلايد يقول لك يا ابي انه اكو في ميكانيكيه هاي ميكانيكية اسمها اللانج الرئة. هاي الرئة لح تحافظ لي على البي اتش بالانس. شلون؟ عن طريق انه لح تخرج شكو سي او 2 متراكم بالدم لح تخرجه الى خارج الجسم. ليش؟ نقول ان سي او 2 يرفع الحامضية فانا ما اريد هيك. فاللانج لح تطلع لي كربون دايوكسيد لبرا الجسم. ويشرح لك هنا يقول لك يا ابي انه هو يكون مودلي اسيديك. يكون مودلي اسيديك يعني انه تقريبا حامضي يعتبر. انه هو انه هذا سي او 2 هو ويست برودكت من الخليه اللي راح تسوي عمليه الايض واللي جميع الخلايا تسوي عمليه الايض وجميع الخلايا تطلع السي او 2 اللي برا. وانه هذا سي او 2 حاله هاي الويست برودكت راح يطلع من الخليه الى مجرى الدم. هذا هو المختصر المفيد تقريبا مال هذا السلايد. السلايد اللي وراء اللي هو ايضا بعدنا بالرول اوف ذا لانجز. هنا راح نجي ناخذ شلون راح يصير. يقول لك يعني شو حتصير العملية. يقول لك the blood
الدم كاريز كربون دايوكسيد تو ذا لانجز، راح ياخذ ببساطه البلود الدم راح يرتبط بالكربون دايوكسيد، كريات الدم الحمر راح ترتبط بالسي او 2 وتودي لللانجز. حلو، وير ات از اكسهيلد، هناك باللانجز ات ويل بي اكسهيلد، يعني راح يطلع لبرا الجسم عن طريق عمليه الزفير. يقول لك از كربون دايوكسيد اكيوميليتس ان ذا بلود، اذا في حاله صار اكو تراكم بالسي او 2، يعني مثلا حبست نفس، انا حبست نفسي مدى اتنفس مدى اطلع سي او 2 لي برا، فبهيك حاله يعني مات الخليه راح تبقى تشتغل، يعني مات الخليه ما دخل يعني بي سواء وقفت التنفس او كملت التنفس، لا الخليه ما راح تبقى تشتغل، راح تطلع لي سي او 2 لمجرى الدم، راح يتراكم سي او 2 لمجرى الدم، فايش راح يصير؟ راح تزداد الحامضيه. هنا راح يقولها، يقول لك از كربون دايوكسيد اكيوميليت ان ذا بلود، من يتراكم الكربون دايوكسيد ذا بي اتش اوف ذا بلود ديكريز، تقل البي اتش يعني الاسيديتي increase. ها هو حاكيها حكي بس احنا نعرف السبب مثل ما قلت لكم، ها فوق بالمعادله الفوق ايضا نرجع لها بشكل مسرع، انه CO2 اذا تراكم وصار موجود هو بالجسم راح يؤدي الى انه راح يتكون للاتش الموجب، فبها راح تزداد الحامضيه. زين، فلهذا يقول لك البي اتش ديكريز، ينقص البي اتش، والاسيديتي انكريز، الحموضه تصعد تزداد. زين، يقول لك ذا برين، ها هسه يقول لك هنا the brain الدماغ regulates the amount of carbon dioxide that is exhaled، يتحكم بكمية الكربون دايوكسيد، كمية CO2 اللي تطلع برا الجسم عن طريق الرئة، by شلون by controlling the speed، ركزوا لي على speed and depth of breathing، يعني عن طريق انه اتحكم بسرعة التنفس، هل هي سريعة يعني اتنفس بسرعه من واحد يركض، والدبث يعني العمق ما التنفس، يعني من يقول لك تنفس بعمق، تنفس بعمق او شويه ترتاح اكثر، انه سي او 2 يطلع اكسجين يطب، فخلاياك تمشي عدله، والبي اتش يكون يعني بي اتش يكون متوازن بالدم، فامورك تمام. حلو، فيقول لك انه البراين الدماغ هو اللي يتحكم بعمليه السي او 2 طالع اللي برا، شلون يابع؟ عن طريق التحكم بالسبيد بالسرعه مال التنفس، والدبث والعمق مال التنفس. زين، وراح يقول لك the amount of carbon dioxide exhaled and consequently the pH of the blood increases as the breathing become faster and deeper. نروح اني يقول لك هنا the pH of the blood increases، يعني يزداد pH، يعني تصير عمليه تصير قاعديه بالموضوع. ها يعني دا اتنفس بسرعه دا اطلع سي او 2 هوايد، فبهيك حاله الدم دا يفرغ من السي او 2، ماكو بعد سي او 2 بالدم، فبهيك حاله راح تزداد القاعديه، راح تزداد القاعديه، والبي اتش ايضا انكريز، راح يزداد البي اتش. فيقول لك اذا بي اتش انكريز از بريثينج بيكم فاستر اند ديبر، كل ما زاد السرعه مال التنفس كل ما زاد العمق مال التنفس راح يزداد البي اتش ايضا. والله يقول لك باي ادجستينج، يقول لك باي ادجستينج ذا سبيد اند ديبث، عن طريق التحكم بالسبيد اند ديبث اوف بريثينج ذا برين اند لانجز ار ايبل تو ريجوليت ذا بلود بي اتش مينيت باي مينيت، دقيقه بدقيقه راح اقدر يعني اسوي البي اتش باي بلود متوازن اذا اتحكماني بالسبيد والدبث. فيقول لك انه البرين واللانجز راح يقدرون يسوون هاي العمليه ببساطه. طبعا هو يعيد ويذكر المعلومه اللي هي المعلومه بهذا السلايد، مجرد انه يقول لك انه الدم كمنا نبدي الدم راح ياخذ هذا السي او 2 راح يوديه للرئه، الرئه راح تطلعه برا، اذا تراكم السي او 2 بالدم فبهيك حاله شنو؟ راح البي اتش يقل، اذا بالعكس السي او 2 قل ما موجود بعد بالجسم راح البي اتش راح يزداد، راح تزداد القاعديه. وهنا هذا هنا الحكي اللي هنا يقول لك انه يابا انا اقدر اتحكم، البرين هو اللي يتحكم بعمليه الكربون دايوكسيد اللي يطلع برا، شلون؟ عن طريق اتحكم يتحكم بعاملين هم السبيد اند ديبث، السرعه والعمق. ها هي زين، الورا هسه خلصنا اللانجز، يعني اللانجز خلصت ما بيها شيء، ما بيها ذاك الصعوبه. انك هنا الرول اوف ذا كيدني، كيدني يعني ما متوسع بيها الأمانة حيل ابدا. فيقول لك role of the kidney، the kidneys are able to affect blood pH، شلون؟ by excreting excess acids or base، يعني هي مو كيدني، هي وظيفتها الكيدني انه ايضا تساعد بعمليه urination، فتطلع الاشياء عن طريق اليورين. حلو، فيقول لك انه هاي الكيدني لح excreting يعني تطلع ها
ها او تفرز الى اليورين، بالتالي اليورين يطلع برا الجسم، راح تفرز او تخلص من الاكسس الزياده بالاسيدز والبيسز. مثل ما قلنا قبل شويه انه اذا اسيدز راح تمتص، اذا كان اتش موجب راح تمتص الكدني، تفاعل ويا الان اتش 3 وتعطيني كامونيوم ان اتش 4 موجب وطلع ويا اليورين. اما اذا كان او اتش سالب فهنا راح تمتصه وممكن انه اذا احتاج الجسم راح ترجع ترجع للدم. اذا احتاج الجسم مثلا زاد الحموضه خلال ما الاو اتش هذا موجود بالكليه، طبعا ورا هاي راح يطلع الاو اتش راح يطلع من اليورين ويا اليورين، بس خلال ما الاو اتش موجود بالكليه والجسم او الدم احتاجه انه صارت به حموضه عاليه، راح ممكن الكليه ممكن ترجع الاو اتش تدبه بالدم، طبعا يكون او اتش او اتش سي او 3 سالب هم تكون ممتصه تراجعه. زين اي هنا يعني اوكي. فنكمل الهاية، يقول لك the kidneys have some ability to alter the amount of acids or base that is excreted. هي عندها مشارح هذا على الموضوع، يقول لك عندها قابليه انه هي تتحكم او تاثر على الاسيد والبيس اللي يطلع برا. يقول لك but because the kidneys make this adjustment more slowly، كلش بطيء، يعني قلنا hours to days than the lungs do. This compensation generally takes several days. يعني هاي العملية مال إنه أنا أسوي موازنة للـ pH إذا تبقى على الكدني راح تطول. لهذا أنا عندي قبلها اللانز وعندي قبلها أصلا البروكربونيت أو البفر سيستم هو اللي يشتغل قبلها، بس خاف كل شيء يصير، فعندي الكدني هي خط الدفاع الأخير، زين هو اللي يشتغل. أمين ملخص للكدني ببساطة هي إنه هي يابا شلون تشتغل عن طريق فد ميكانيكية معينة، ما قايل شنو هي. هاي الميكانيكية تسوي إفراز أو تخلصاني من الأسيد الزايد أو البيس الزايد. قلنا إذا أسيد زايد راح طلع كشون كأن اتش 4 موجب عن طريق تفاعل ويا ان اتش 3، واذا او اتش سالب راح طلع راسا ها او يكون اتش سي او 3 سالب راح طلع راسا ويا اليورين، او ممكن انه هي ممتصه ترجع للدم اذا الجسم احتاجه عمود يعادل من جديد. زين هاي ايضا خلصت الكدني خلصت اللانجز. نانا وات از بفر؟ بنشرح لك هسه البفر بشكل عام. البفر سواء كان بيكربونيت او سواء كان فوسفيت مثلا اكو بعد هسه هواي راح يجي كذا وعلى هسه عددها هنا بفر سيستم ان ذا بودي فلويدز يعني موجوده. هسه بس نعرف شنو معنى بفر، تعريفه البفر. يقول لك ابفر هاي تعريف يعني از ا سولوشن هو محلول اور ا سبستنس ماده ممكن تكون ما يمكن سولوشن ممكن سبستنس ذات هاز ذا ايبلتي تو مينتين بي اتش اللي عنده القابليه انه مينتين بي اتش يحافظ على البي اتش اند bring it back to its optimal value يرجع ال pH مالته القيمة الاعتيادية الoptimal، يعني شلون نقول الاعتيادية النورمال مالته أو الرئيسية هيش تقدر تقول، يرجع ال pH القيمة الاعتيادية مالته شلون by addition or removal of hydrogen ion. شلون يا بق by addition عن طريق إنه أضيف hydrogen ion إذا كان زيادة بالقاعدية، او ريموفال اذا كانت الزياده بالحامضيه من شنو من الهيدروجين ايونز. زين عن طريق هاي المعادله اللي هنا كلش معادله مبسطه، يقول لك البفر ثواني يقول لك البفر زائد الاتش الموجب يعطيني يعني اتش ويا البفر، الاتش تفاعل ويا البفر. مثال عمود يعني تكونون بالصوره مثل البيكربونيت بفر سيستم ال من البفر اللي هو دقيقه هذا اللون ما يبين هذا اي مثال HCO3 سالب هذا من البفر اذا يتفاعل ويا الاتش الموجب شطيني يعطيني H2 ثواني غلطت H2CO3. زين فهاي هو بالضبط نفس المعادله بس شنو هاي يعني على كل البفرات، مو اكو بس HCO3 سالب، لا اكو غير بفرات هسه حتشوفها ايضا يعني من نمشي بالملزمه يا مو هواي حيل. زين نثني لو هاي زين نجي هسه فيقول لك هسه هنا شرح على هاي المعادله مثل ما شفتوا. هاي المعادله يقول لك البفر زائد الاتش الموجب يعطيني اتش زائد بفر انه تفاعلوا.
فيقول لك هنا when hydrogen ion when hydrogen ion concentration increase إذا صار عندي زيادة بالهيدروجين ايون من يصير عندي زيادة عن تزيد الحامضية زين فيقول لك الرياكشن اللي هو هذا الرياكشن shift towards right لح يتجه نحو اليمين منه لح يتجه ليش؟ لأنه أكفد إذا تلاحظوا هنا أكفد زيادة بالأتش الموجب بالدم فلح يجي هذا البفر لح يتفاعل ويا الأتش الموجب إيش لح يكون لي؟ لح يكون لي هذا الأتش بفر اللي هو يكون يعني متعادل أو يكون فد يعني مو أسد عالي بي زين هاي في حالة إنه صار عندي بالهيدروجين أيون increase إذا صار عندي بالهيدروجين أيون decrease يعني نقصان تبغولي على decrease يعني ما تواحد يخربط شوية increase decrease فانتبهوا شوية زين عليها increase وال decrease فهنا نشوف لك reaction shift towards left reaction shift towards left يعني لح يتجه بهالاتجاه نحو اليسار لأنه أنا عندي هسه عندي زيادة بفد مثلا هنا عندي فد زيادة بالـ OH زين فبشكل مبسط يقول لك يابا إنه هذا الـ H buffer لح يتجه نحو اليسار من يتجه نحو اليسار لح يحرر لي H الموجب H الموجب لح يكسر القاعدة يخليه متوازن انه انا عندي قاعدة هي الزايدة لح ازيد عن هم الاتش الموجب لح يتفاعل ويا مثلا ولح يكون لي عاد يعني H2O مثلا ويصير اكو توازن بالجسم طبعا مو شرط انه الاتش الموجب يتفاعل ويا الاو اتش ممكن غيره بس المهم انه فد حامض لح يتفاعل ويا الاو اتش او ويا القاعدة عمود تقل ويصير فد يرجع توازن مثل ما كان زين بس هاي شلون اقول لك يعني صوره مبسطه الموضوع عمود لد وخون اوكي زين فهسه فهمنا اذا هيدروجين ايون زاد هذا التفاعل راح يتجه نحو اليمين هذا التفاعل راح يتجه نحو اليمين عمود يقلل لي من الاتش الموجب زين اذا الاتش الموجب هذا صار بنقصان بالعكس راح يتجه نحو اليسار عمود يزيد لي من الاتش الموجب راح يدفع ويا الاو اتش ويرجع التوازن زين يقول لك in this way hydrogen ion concentration is maintained بهذه الطريقة احنا هنحافظ على الهيدروجين ايون عن طريق منه عن طريق البفر سيستم لا عن طريق الريسبيراتوري ولا عن طريق الكيدني او الرينال لنحكي احنا حاليا عن البفر سيستم زين يقول لك البفرات الموجودة بالجسم اكو بفرات موجودة بالاي سي اف وبفرات موجودة بالاي سي اف الاي سي اف هو الانترا سيلولار فلويد داخل الخلية يعني واكو الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو خارج الخلية فيقول لك البفر انكلود تتضمن الفوسفيت بفر سيستم هذا اسمه يعني هو فوسفيت موجود بمركب من الفوسفيت فوسفيت بفر سيستم والثاني اللي هو البروتين بفر سيستم وهذا يكون يعني بروتين بفر سيستمز يعني كذا واحد هذا البروتين بفر سيستم ايضا ينقسم الى كذا واحد اللي هم الهيموغلوبين بفر سيستم الار بي سي اونلي هذا موجود بس بالار بي سي بس بكريات الدم الحمر هيموغلوبين بفر سيستم وامينو اسيد بفر سيستم او امينو اسيد يعني بفر سيستم هذا يعني جميع البروتينات والبلازما بروتين بفرز بلازما بروتين بفرز هذا ما حناخذه بس يعني همين يحكي عليه بعد هذني البفرات الموجوده وين بالاي سي اف ان هذا هاي الموجودات بال ICF عندك الموجود بال ECF الاكسترا سيلولار فلويد يضمن اثنين ايضا نفس الحاله البروتين ويتضمن الهيموغلوبين والامينو والبلازما واضافه الى واحد اللي هو الكربونيك اسيد اللي هو البيكربونيت بفر سيستم بيكربونيت بفر سيستم هو هذا اللي نحكي عليه اللي هو الميجر بالجسم وهو اهم واحد زين هسه يبدي يشرح عليه من كالعاده يدي يشرح الكربونات بفر سيستم تحديدا هنا هاي بفرز ان ذا بلود راح يبدي يشرح عليه فاول شيء يقول لك ذا بي اتش راح يبدي يشرح ذا بي اتش اوف ذا بلود از 7.35 الى 7.45 الفتشي الاعتيادي الموجود بالجسم انه البي اتش تكون 7.35 الى 7.45 هو هذا الاعتيادي اذا زاد او نقص لازم القى لي شاره عمود راجعه للطبيعي مالته يقول لك change in pH إذا صار أكو يعني ملح حقت صار أكو تغير بال pH ونزل صار جوا باللو 6.8 يعني صار كلش الدم حامضي أو بالعكس زاد حيل صار above 8
كل الصلقة دي ما يزولت ان ديث، راح يسبب لي الموت. نعم راح يسبب لي الموت اذا صار التغير بالبي اتش كلش قوي، ولا خط دفاعي لا البفر لا الكيدني لا اللنج قدروا يلحقون عليه وقدروا انه يحافظون على التوازن مال البي اتش، ونزل الحيل الى 6.8 او صعد حيل الى 8 ما يرزولت ان ديث، راح ممكن انه يؤدي الى الموت. يقول لك بعد يعني معلومه، هاي كلها نقطه نقطه، هاي نقطه هاي نقطه، يعني ما مترابطه ترى هي معلومات. النقطه الاخرى the major buffer system in the body fluid is H2CO3 والH2O3 سالب، اللي هو هذا نفس البيكربونات buffer system هذا. فيقول لك انه the major هو الرئيسي، البفر الرئيسي موجود بالجسم هو البيكربونات، لهذا احنا دائما نحكي عليه اهم واحد. زين البقيه الفوسفيت الهيموغلوبين ذني مو مثل هذا. زين يقول لك some CO2 هنا راح يبدي تقريبا شو اقول لك يشرح شلون البفر سيستم هذا شرحناه فوق همين تقدر تقول. يقول لك some CO2 and the product of cellular metabolism ها يقول لك هذا CO2 اللي هو عبارة عن end product أو waste product اللي طلع من الخلية من cellular metabolism عن طريق cellular metabolism is carried to the lungs for elimination. احنا قلنا جزء من CO2 راح ياخذ الدم راح يوديه للرئه. under rest وبقي جزء اللاخ او الريست dissolves in the body راح يذوب بالبادي fluids body fluid in the body fluids forming carbonic acid. carbonic acid هو نفسه هذا عمود لا دخون، ثواني اكتب لكم اياه بالازرق. الكربونيك اسيد هو هذا H2CO3 هو هذا الكربونيك اسيد، هو هذا الكربونيك اسيد فلويد وين اني حتى خربطت للاسف اي ذا لانجز. جزء من السي او 2 راح يطلع عن طريق اللانجز، وجزء اللاك ديسولف ان ذا بودي فلويدز فورمينج كربونيك اسيد. هذا الكربونيك ذات هذا كربونيك ذات ديسوشيت راح يتحلل تو برودوس بيكربونيت اللي هو الاتش سي او 3 سالب اند هيدرونيوم اللي هو الاتش 3 او موجب ايونز. طبعا للعلم معروفه هي بس ال H3O موجب هو نفس ال H الموجب ماكو فرق يعني ذا سيم، بس هذا مختصر. زين فعمود للدخول فيقول لك انه يا ال CO2 حسب هاي المعادله، شوفوا لي هاي المعادله او يعني هاي ال CO2 قلنا جزء من عنده راح يروح للرئه، الجزء الاخ راح يتحول الى H2CO3 طبعا عن طريق انه يتفاعل ويا المي. زين راح يروح راح يتحول الى H2CO3، هذا اللي نجي هنا المعادله الثانيه، هذا ال H2CO3 ها ايضا راح يتفاعل ويا المي. تعرفون عمود ان هو ال H2CO3 يعتبر حامض، فيتفاعل ويا المي عمود يصير بديسوشيت تحلل فيتحلل الى ال H3O موجب زائدا ال HCO سالب ايون. زين هاي لحد هسه حلو. بعد يقول لك more of the HCO3 is supplied by the kidneys، يعني يقول لك هنا احنا مو قبل شوي قلنا انه الكدني هاي يعني معلومه خارجيه، يعني مو خارجيه قصدي معلومه واحد هسه احنا هذا هذا الحكي اللي هنا كله فهمته انه يابا سي او 2 جزء من عندي راح يروح لللنجز، وجزء الاخ راح يذوب بالبادي فلويد عمود يكون لي الاتش اتش 2 سي او 3 الكربونيك اسيد واللي هو ديسوشيت انتو بيكربونيت اند هيدرونيوم ايونز. زين اوكي يقول لك انه هنا مور اوف ذا اتش سي او 3 سالب اللي هو بيس از سبلايد باي ذا كيدني. سبلايد يعني الكيدني تنطي للدم. احنا قلنا قبل شويه انه الزياده اذا صار زياده بالاو اتش مثلا او صار زياده بالقاعديه زين راح تنخذ من قبل الكيدني وراح تطلعها عن طريق اليورين، بس ممكن انه ترجع ممكن يعني انه ترجع تضخها للدم ترجع تفرزها للدم، فلهذا هو هذا الغرض من النقطه. فيقول لك مور اوف اتش سي او 3 سالب ها ممكن مو هذا الاتش سي او 3 سالب ممكن ما يجي بس من السي او 2 ممكن يجي ايضا سبلايد باي ذا كيدني. زين وهاي المعادلات حكيناها هسه تونه، وانا بالنسبه لهاي المعادلات ما احبها، انا احب هاي المعادله كلش اموت عليها انه هي مختصره، هي معادله واحده مختصره يعني نفسها ترى هي بس ها مختصرة لا أكبر أقل معادلة واحدة. طبعا هنا هاي يعني أنا كاتبها كملاحظة موجودة بالمزامير الرابعة إنه يابا إنه CO2
يتفاعل ويا ال H2O بسرعه عن طريق الكربونيك انهايدرايز اللي هو انزيم هذا معين راح يساعدني يساعد بالعمليه. زين فهمنا هذا السلايد اهم الاشياء. النقطه مال الري الرينج مال بي اتش اتش قد اللي هو 7.35 الى 7.45، انه يابا اذا البي اتش قل عن 6.8 او زاد عن 8 راح يميلازوتون دث. ايضا انه البيكربونات بفر سيستم هو هذا اهم بفر. ايضا عرفنا العمليه مالته شلون السي او 2 على هالحشره على المعادله السي او 2 راح يتفاعل الاتش 2 او فيكون لي الاتش 2 سي او 3 هذا ديسوشيت ان اتش 2 اتش سي او 3 سالب واتش الموجب. زين اتش الموجب اللي هو نفس الاتش 3 او نفس هذا نفس الاتش 3 او موجب اوكي. وبعد عرفنا النقطه الاخيره اللي هي اكو الاتش سي او 3 سالب ممكن يجي سبلايد باي ذا كيدني. عندك هنا هسه الكربونيت بفر سيستم، يعني هم شرح على الموضوع. يقول لك يابا اذا صار عندي اكسس، صار عندي اكسس يعني زياده بالاسيد، صار عندي زياده بالاسيد اللي هو H3O موجب ان ذا بودي، شلون راح يصير نيوترلايز يعني عادله هذا الزياده بالاتش الموجب او زياده بالحامضيه باي اتش سي او 3 سالب، باي اتش سي او 3 سالب. شلون عادله؟ عن طريق الاتش سي او 3 سالب. فالمعادله هنا راح تتجه نحو اليسار. اي نعم ذوني نحو اليسار راح تتجه المعادله نحو اليسار. اكوليبريوم شيفت ليفت راح تتجه كله نحو اليسار، انه يابا هذا الاتش سي او 3 سالب راح يتفاعل ويا الاتش الموجب او الاتش 3 او موجب نفسه راح يكون لي هذني اللي هو اتش 2 او والاتش 2 سي او 3. ما لي دخل عليه هسه منهم هذني. المهم راح منو اللي عادله؟ اللي عادله اهم شيء تعرفه انه اذا زاد الحامضي اللي عادله هو الاتش سي او 3 سالب. زين اذا صار اكسس بيس زادت القاعديه فالاو اتش اللي هو الجزء من القاعده رياكت وذ ذا كاربونيك اسيد اللي هو ال H2CO3. H2CO3 والاكوليبريوم شيفت وايت راح يتجه المعادله نحو الرايت، انه H2CO3 راح تتفاعل ويا ال OH راح تكون لي ايضا H2O زائد HCO3 سالب. اوكي فايضا احنا اهم شيء من هذا السلايد نعرف انه اذا صار عندي زياده بالحامض راح اعادله بال HCO3 سالب، اذا عندي زياده بالقاعده راح اعادله بالكربونيك اسيد اللي هو ال H2CO3. ها هي وهذا ملخص مع سلايد. هذا السلايد يعني شويه رياضيات، ما بي ذاك الفتشي الصعب. يقول لك يا the concentration in the blood of H2CO3 of the carbonic acid and the HCO3 سالب البيكربونات ايون are 0.0024 مولاري and 0.024 مولاري respectively يعني بالتعاقب. يعني انه باعوا يعني هاي شوية عمود شو اسمه يقول لك ال H2CO3 مالت المولارية هي اسف بالغلط طلعت H 0.0024 مولاري، بينما مال HCO3 سالب مالت المولاري 0.024 مولاري. اذا تلاحظون انه الاكبر هو ال HCO3 سالب، ال HCO3 سالب هو الاكبر لانه بس 0.024 بينما هذا 0.0024 مولاري. فالتركيز مال HCO3 سالب البيكربونات هو الاعلى. اوكي قلنا انه هم يجي من السي او 2، هم الكدني تنطي من عن تنطي تفرز للدم، فلهذا هو اكثر. بينما الاتش 2 سي او 3 ماكو، يا دوب بس يتواجد بالدم راسا راح يصير بديسوشيت. باعوا هنا بس يتواجد هذا الاتش 2 سي او 3 راسا راح يصير بديسوشيت انتو اتش 3 او موجب والاتش سي او 3 سالب، فلهذا ما تركيز قليل يكون. فنكمل هنا نكمل يقول لك نسبة ال H2CO3 إلى ال HCO3 سالب هي 1/10، لأنه ال H2CO3 قليل وال HCO3 سالب هواية،
فبهيك حالة واحد على عشرة هي بالضبط، وحتى من تقسمه تطلع واحد على عشرة. زين، هذا الواحد على عشرة is needed to maintain the normal blood pH، هو هذا التركيز أو هو هذا النسبة اللي يحتاجها عمود أحافظ على pH ثابت أو أحافظ على pH بالرينج الطبيعي اللي هو 7.35 إلى 7.45 تقريبا. أوكي، وهنا عندك هاي المعادلة ماخذيها هنا بالسادس ال KA. KA راح احاول انه اكتبها بنفسي على مود من اكتبها تصير اسهل، بس ثواني اعطوني اللي اضيف سلايد زايد اد بيج، لا ضفته انا من مكان غلط طبعا، ضفت اللي فوق بس عادي. يقول لك اني هسه عندي معادله، باوعني عندي فد معادله الا وهي اهم شيء هاي، هي هاي المعادلة راح نجي نكتبها هسه هنا. كبر خط شوي. اوكي، عندي معادلة H2CO3 راح يروح طبعا هو رايح جاي يعطيني H3O موجب اللي هو نفس ال H موجب يعني للدخول للموضوع زائدا HCO3 سالب. زين، فهاي هي المعادلة. اذكركم ما السادس، هاي النواتج، هاي المتفاعلات. زين، انا اريد اطلع ال KA الملحة حامضية. اوكي، شو يساوي ال KA؟ نعرف احنا لازم يساوي نواتج على متفاعلات، ويساوي لي H3O موجب في HCO3 سالب على H2CO3 تركيز، طبعا تركيز كل يعني كل وحده تركيز. فاحنا هسه عرفنا انه ال KA هنا اكتبها من جديد هنا، KA يساوي لي تركيز ال H3O موجب في تركيز ال HCO3 سالب على ال H2CO3 نانه. زين، انا بالنسبه لي من هاي المعادله اللي اريده انه ابين لكم، اللي اريد من هاي المعادله ابين لكم انه من يكون باو يعني. أريد أبين لكم إنه من يكون النسبة بين ال H2CO3 وال HCO3 سالب هي 1 على 10، فهي أكثر من كافية على مود أسوي ال pH blood، ال blood مال pH يعني بالنسبة الطبيعية 7.35 إلى 7.45. زين، وطبعا ويا هاي التركيز يعني. أوكي، فدا أجي أبين لكم، فأني عمود أثبت لكم شلح أسوي، راح اجي اعوض القيم مال HCO3 اللي هي 0.024، واعوض مال H2CO3 0.0024، اعوض ال KA اللي هو ثابت هو منطيني اياه. زين، واطلع ال H3O موجب اللي هو نفس ال H الموجب، ومن ال H الموجب اطلع ال pH، فحلاحظ انه ال pH قيمه ثابته هسه تشوفون يعني هم. زين، فأسوي هنا تعرفون على وسط طرفين يعني للسهولة، فتصير عمود أريداني ال H3O موجب هو اللي أحتاجه، فلح يصير H3O موجب KA في ال H2CO3 على ال HCO3 سالب هنا. أي شيء حتصير المعادلة، وهنا عاد لحد يعوض قيم ال KA هنا هسه حاخذها. تلاحظون باو وياي نفس الشيء بالضبط، ال KA وال HCO3 هنا. ال KA هو 4، نمشي بعد هنا بعد ما يحتاج نكتب لعمود السهوله والسرعه. ال KA هياتها عوضتها سويتها 4.3 في 10 سالب 7، ضربتها في 0.024 اللي هو ال H2CO3، وضربتها بال تقسمتها يعني قصدي على ال HCO3 سالب 0.24، طلع الناتج ها هلقت 4.3 في 10 سالب 7 في 0.1، ويطلع بالاخير 4.3 في 10 سالب 8. زين، منطق انا من هسه حصل هسه نجي نرجع هنا نقول انه حصلنا احنا التركيز مال H3O موجب هو طلع 4.3 في 10 سالب 8 زين مولاري، هذا هو التركيز مالها. اجي هسه من عنده اللي هو نفسه يساوي التركيز مال H الموجب، اجي من عنده تطلع ال pH، ال pH شنو قانونه؟ يساوي سالب لوج ال H الموجب. هاي ماخذيها بس اساس تعرفوها كلها.
زين، فأجي أعوض ولا ال pH يساوي لي سالب لوج ال 4.3 في 10 أس سالب 8، ويعني أسوي أحله لأنه أوزع اللوج على 4.3 وفي 10 سالب 8، هاي يطلع ال pH تقريبا يساوي لي 7.37، قلنا اللي هو باعوا آيات 7.37 راح يطلع ال pH، وهو النورمال الرينج الطبيعي. يعني احنا قلنا انه الرينج الطبيعي مال pH هو 7.35 الى 7.45. فاذا تلاحظون ال 37 هذا ضمن هذا الرينج، فاذا استوعبت انه تراكيز كلش كافيه، تراكيز لازم تكون 0.24 و 0.0024، والنسبه هالقد عمود يعني يطلع لي ال pH ثابت او متوازن وضمن الرينج الطبيعي. هذا هو السلايد، يعني مساله رياضيه اعتياديه. هنا من تقدر تقول رياضيا، يعني شلون اقول لك، هم تقدر تقول بفد نوع من المساله الرياضيه او فد شيء رياضي. هو مثال، شلون اقول لك يابه، يقول لك يابه يعني سهلوها ما يراد هالشيء. يقول لك اني اشرحها بدون ما اشرحها بشكل مختصر. يقول لك انا هسه عندي كميه معينه من الماء 100 مللي، يعني نقول حجمها هاي الماء الطبيعي 100 مللي. زين، هذا الماء ايش قد اضيف له من فتح حامض معين، عم اغير مالت البي اتش من 7.35 الى 7، يعني انزل مالت البي اتش. حلو، لانه هو انزل مالت البي اتش عن طريق اضيف له حامض. ايش قد 1 دروب، هي راح نضيف له 1 دروب بالمي. بعدين هسه فهمتها، نفس الحاله اجيب الدم ايش قد همين احتاج، هم 100 مللي جبت من الدم، نفس الحجم جبت نفس الحجم اوكي، وايش قد هالمره ايش قد له احتاج من نفس الحامض، عمود احول البي اتش مال الدم من 7.35 الى 7. هسه راح نجي نقراها ببساطه. يقول لك if the pH of 100 ملي of distilled water، يعني ماء المقطر جبت من عنده حجم معين اللي هو 100 ملي بس، يقول لك مالت البي اتش هو 7.35. حلو، اني هاي ال 7.35 اريد احولها الى 7، فش اضيف له؟ اضيف له، ركز عليه، 1 دروب. ركز لي هنا حتى اغير لون الليزر، خليه اخضر. 1 دروب لازم يصير، لازم اضيف له 1 دروب من محلول او يعني حامض ال HCl بتركيز 0.05، يعني هم هو HCl حامض قوي وصفر تركيزه 0.05، يعني يكون كلش مخفف، واضيف له بس 1 دروب، قطره واحده بس اضيف له، عمود يتحول من 7.35 الى 7.07، فيصير متعادل ضبط. زين، فيقول لك 1 دروب اوف 0.05 مولار HCl از ادد، the pH will change to 7.0. هاي في حالة الماء. في حالة انه اذا نفس الكمية نفس الحجم جايب هم 100 ملي of normal blood من الدم الطبيعي، اريد احول مالت ال pH، اي هذا to change the pH of 7.35 الى 7. ايش قد لها احتاج هالمرة؟ يقول لك approximately تقريبا لها احتاج 25 ملي، مو 1 drop، لها احتاج 25 ملي من 0.05 من ال HCl. زين، از نيدد، يعني احتاج 25 ملي. زين، هسه انا عرفت شلون اغير ال pH مال 100 ملي. اذا اريد اغير ال pH مال الدم كله من 7.35 الى 7، مال الدم كله الموجود بالجسم، يقول لك انه انا الدم الموجود بالجسم هو 5.5 لتر، يعني with 5.5 لتر of blood in the average body، يعني بالجسم الاعتيادي، انه الدم يختلف مالته الحجم من جسم إلى جسم، من شخص إلى شخص، سمين، ضعيف، كبير، صغير، يعني تختلف. فيقول لك هو هسه حاليا ماخذ افرج 5.5 لتر، ايش قد لازم اضيف من ال HCl؟ فهنا حتصير نسبة وتناسب. يقول لك اني راح اجي هياته هنا بقوا على هاي المعادلة. يقول لك اني راح اجي اخذ البلود ال 100 ملي، احتاجيت 25 ملي من ال HCl. زين، ف ال 5500 مللي، 5500 مللي هي نفس ال 5.5 لتر، نفس ال 5.5 لتر بس ضربتها في 1000 على مود اسويها مللي، على مود اسوي تساوي بالوحدات. ها، ايش قد لها احتاج من ال HCl؟ هذا باي ذا واي، هذا ال HCl، ثواني، هذا هو ال HCl،
قد راح احتاج من اتسي ال عمود اغير البي اتش مال 5500 ملي من 7.35 الى 7.0 الى 7. ايش قد راح احتاج؟ راح وسطين طرفين راح يطلع الناتج 1300 ملي من الاتسي ال would be required to make the same change in pH. هاي في يعني هي هاي ببساطة انه اني اذا اجيب مي حجمه 100 ملي راح احتاج قطرة واحدة بس من الحامض عمود اغير البي اتش من 7.35 الى 7. بينما اذا بالدم نفس الحجم جبت من الدم وهم اريد اغير البي اتش من 7.35 الى 7 راح احتاج هالمره 35 ملي من الحامض. وعن طريق هاي عرفت انه اني عرفت شلون اطلع المال دم كله الدم كله عن طريق اسوي هي هاي النسبه والتناسب ووسطين في طرفين فيطلع انه 1300 ملي من الاتسي ال راح احتاجه عمود اغير الاتسي ال بي اتش من 7.35 الى 7. انزين الوراها بقى يعني هنا وصلنا regulation of blood pH. هنا شنو حتى الدكتور وقت بالمحاضرة قال انه المفروض هذا السلايد يصعد فوق. يعني هسه احنا مو نشرح وكله pH وبفر سيستم ده نحكي تقريبا هذا لح يحكي لنا كله على اللنجز والكيدني فالمفروض يصعد لي فوق السلايد لا اكثر ولا اقل بس احنا حنشرحها هنا. يقول لك the lungs and kidneys play important role in regulation blood pH. هاي عرفنا انه هو يلعبون كل دور مهم ليعيدوا يسقل بكلام. The lungs regulate pH شلون through retention or elimination of CO2. اللونجز او الرئة لح تحافظ على pH عن طريق retention الاحتفاظ او elimination of CO2 عن طريق انه تحتفظ او تطلع CO2 لبرا الجسم by changing the rate اللي هي نفس السرعة speed and volume الحجم اللي يدخل الجسم يعني depth هم هي نفس الحالة هم depth ما غير شيء لا تدخون انه هاي rate هي نفس speed volume هي نفس depth of ventilation من عملية التنفس او التهوية. زين فهاي هي ال lungs. The kidneys شلون the kidneys regulate pH by excreting acid إنه طلع الأسيد primarily in the ammonium ion NH4 موجب قلنا لكم كل ساعة عيدها إنه الH الموجب راح يتفاعل ويا NH3 عمود يتكون لي أمونيوم NH4 هذا NH4 موجب لح الكيدني تطلع ويا اليورين. هاي يقول لك and by هسه هاي إذا في حال زاد الحاضري and by reclaiming الكلايمينج يعني شو أقول لك تأخذ أو تسترجع أو هيك شيء at CO3 from the glomerular filtrate from the glomerular filtrate and adding it back to the blood. هاي شو أقول لك العملية مال الكيدني عملية الكيدني شوية عملية صعبة مو يبنى مو منهجنا حاليا فأعرف لي إنه الكيدني لح تقعد تفلتر عملية الكيدني بشكل عام تفلتر فيجيها يجيها مثلا نيوترينس يجيها ويست برودكت يجيها شو شلون ها يعني هاي الكيدني شغلها انه تفلتر فمن تفلتر مثلا راح تطلع القاعدة هاي تطلع القاعدة بالجلوميرولار فلتريت مو طلع هنا مو طلع بالجلوميرولار فلتريت راح ترجع تستخلصه ترجع على البلوت. لهذا قلت لكم قبل شويه انه احتمال انه اذا احتاج الجسم فهي مو عندها HCO3 سالب راح ترجع تمتص منين من الجلوميرولار فلتريت وتوجع الجسم عند ادك ات باك تو ذا بلود. زين اوكي هاي يعني هي هنا قلناها مختصر يحكي بس على اللنجز قال لك انه اللنج والكيدني لهم دور كلش مهم بالبي اتش ريجوليشن. اللنج تحافظ على البي اتش عن طريق انه ثرو ريتينشن احتفاظ بي او الاليميشن تطلع CO2 لبرا شلون يا باي تشينجينج ريت السرعه اللي هي نفس السبيد اند فوليوم اللي هي نفس الدبث اوف فنتليشن. ونفس الحاله بالنسبه للكيدني هي حتحافظ على البي اتش اذا زاد البي اتش فهي يقول لك اكسكريتنج اسيد راح تطلع الاسيد لبرا شلون انه تفاعل NH3 وطلع كأمونيوم NH4 ويا اليوري. زين اذا بالعكس صار عندي زياده بالHCO زياده بالقاعده مثلا هاي يقول لك
قصدي يعني and by reclaiming SCO3 from the glomerular filtrate اللي هو قاعدة راح تحتاج على الدم لأنه حيحتاج الجسم عمود يرجع التوازن هنا adding it back to the blood. بعد عندك هنا في السلايد هذا يقول لك ال importance اكو اهميات. هسه ناخذ هنا راح ناخذ الاهميه من الكربونيك اسيد بافرنج سيستم، وهنا بالسلايد اللي ورا يعني عمود الليميتيشن انه شلون راح يطلع بالاخير هذا الكربونيك اسيد شويه اهم ما يفيدنا يعني مو ذاك الشيء. ال importance هسه ناخذ هنا importance هن ثلاثه او واحد اثنين ثلاثه. اول وحده يا بال H2CO3 هذا dissociates into CO2 and H2O. ال H2CO3 راح يتفكك الى CO2 H2O allowing H3O موجب to be eliminated as CO2 by the lungs. شنو هاي الحكي؟ نفسه بس عايدلكم المعادلة انه CO2 زائد H2O عملية تروح وتجي راح يعطيني H2CO3 يروح يجي يعطيني H موجب زائدا HCO3 سالب. فيقول لك هنا ايش يقول لك هنا بهاي النقطة دي يقول لك انه اقرا لي اياها من هنا انه H3O موجب راح eliminated as CO2. الملخص انه H3O موجب راح يطلع ك CO2 by the lungs. شلون؟ يقول لها هيات ال H3O موجب، هيات هذا ال H الموجب. ال H3O موجب راح يتفاعل ويا ال HCO3 سالب، راح يكون لي منه؟ راح يكون لي H2CO3. هذا ال H2CO3 هياته H2CO3 ديسوشيت انتو CO2 و H2O. راح ديسوشيت راح يتجه يتفاعل منه، راح ديسوشيت يتفكك الى H2O و CO2. زين؟ تعرفوا انه H2CO3 مو بس يتفكك الى ذني، ممكن يتفكك الى ذني، لانه عمليه رايحه جايه عادي، تفاعل عكسي. زين؟ فهاي اول نقطه انه يابا انه انا اذا عندي حامضيه، هاي الحامضيه اذا ازدادت راح تتحول الى CO2 وCO2 يروح لللانجز ويتخلص من عنده من عنده. النقطه الثانيه والفائده من الكربونيك ايضا انه تشينج ان PCO2 موديفاي ذا فنتليشن ريت. يعني يقول لك التغيرات بالCO2 بالCO2 راح يعدي الفنتليشن ريت. يعني انا اذا مثلا قلنا عندي صار عندي تراكم بالCO2 بالدم فحتنفس شويه اسرع او احاول اخلص من هذا CO2. اذا بالعكس صار عندي نقصان بالCO2 مثلا راح اوقف التنفس تقريبا فموديفاي ذا فنتليشن ريت. السرعه انا مو اوقف هاي قصدي يعني قصدي يعني السرعه اتنفس سريع لو اتنفس شويه بطيء. زين النقطه الثالثه اللي هي HCO3 سالب ايضا concentration can be alerted by the kidneys. يقول لك يابا انه ال HCO3 سالب هذا ال HCO3 سالب تركيز مالته يتاثر باي ذا كيدنيز، اثر بالكليه. مثل عندنا وسقنا يمكن هاي رابع مره نعيدها بالملزم انه الكليه تطلع ممكن اذا احتاج الجسم تطلع ال HCO3 سالب يتراجع على مجرى الدم او بالعكس ممكن تمتصه. فهي هاي شغل الكليه تقريبا من ناحيه القواعد، من ناحيه الحوامض نعرف انه حتمتص ال H الموجب راح تفاعل ويا ال NH3 وتطلع ك NH4 موجب ويا الدم ويا اليورين. زين هاي خلصت السلايد. ثلاث اشياء كلش مهمه. اول وحده قلنا انه راح تخلي ال H3O موجب راح يطلع مثل ك CO2. ثاني وحده انه التغير بال CO2 راح يخلي راح يعدل من الفنتليشن ريت. ثالث وحده الا وهي ال HCO3 كونستويشن مالته راح يتاثر بالكيدنيز بالكليه. موقع هنا هذا اخر سلايد بالبارت الاول لان وراها راح نبدي بغير بفرات. فبما تقرون هذا وتفهموه زين يعني وراها عمود ان شاء الله البارت الثاني من المزم نبدي بالبفر الاخر اللي هو الفوسفيت بفر. وهاي هسه نشوف بس نخلص هذا السلايد. يقول لك اول شيء البيكربونات بفر سيستم هذا هاز ذا فولوينج ليميتيشنز. عنده بعض يعني اشياء اللي توقفه اللي اشياء اللي ما نتوقع زين بها الا وهي همين ثلاثه هن رقم لكم اياها ثلاثة. أول وحدة ألا وهي ال cannot protect هذا خليه السلايد cannot protect the ECF from pH change due to increased or depressed CO2 levels. يعني يقول لك يابا إنه شوية راحت من بالي ما يقدر يحمي ال ECF اللي هو ال extracellular fluid from pH change.
يعني اذا البي اتش اكو فد تشينج بالبي اتش بالاكسترا سيلولر فلويد، البيكربونات بافر سيستم ما له دخل، البيكربونات بافر سيستم موجود بالبلود. اوكي ليش طبعا ليش ما يقدر يحمي الاي سي اف؟ دو تو انكريزد اور ديبريست سي او 2 ليفلز، دو تو لانه السي او 2 راح يزداد انكريزد اور ديبريست، نقصان بالسي او 2 ليفلز يزداد بسرعه ويقل بسرعه. زين لانه احنا نعرف انه شلون اقول لك يعني بقى. عندك هاي خليه، هاي سيل، هاي الداخل هي يسموه الاي سي اف، من البرا هاي يسموه اي سي اف اللي هو جزء من عنده يسموه يعني ينقسم الى ثواني بس هدي شويه صفر. الاي سي اف برا الخليه شكو اكو الاي سي اف، هذا الاي سي اف ينقسم الى الاي اس اف اللي هو انترستيشيال فلويد، انترستيشيال فلويد والى البلود. زين فالبيكربونات بافر سيستم موجود بالبلود، زين ما ياثر على انترستيشيال فلويد اللي هو على اي سي اف، فيقول لك كان نوت بروتكت the ECF from pH change due to increase or depress CO2 levels. هو الـ CO2 هيطلع من الخلية إلى الـ interstitial ويروح رأس الـ blood. زي هاي واحدة من الأشياء limitation. ويقول لك only function when respiratory system and control centers are working normally. يعني هو يشتغل بس من يكون respiratory system والcontrol centers تشتغل عدل. إذا عندي خلل بالجهاز التنفسي مالتي أو خلل بالأجزاء بالدماغ اللي هو brainstem اللي يأثر أو اللي يسيطر على respiratory system، البيكربونات بافر سيستم ما حيكون إلى شغل عدل، لأنه مثل ما شفتوا هسه قبل شوية ترى ترابط قوي بين البيكربونات بافر سيستم واللنج. يعني إذا صار مثلاً زيادة بالحامضية لح يرجع يصير CO2، CO2 لح يطلع برا الجسم عن طريق اللنج أو بالعكس أو شو شلون، يعني أكو فالترابط بالموضوع إذا لاحظتوا. زين فهاي نقطة. النقطة الثالثة It is limited by availability of bicarbonate ions، يعني هو محدود بتوفر فد عنصر معين اللي هو البيكربونات ايونز. البيكربونات ايونز هو الـ CO3 سالب. زين يعني بيكربونات ريسيرف الاحتياطي الموجود بالبيكربونات. اذا تلاحظون مثلا اذا نقارن البفر او البيكربونات بفر ويا اللنج، مثلا ويا اللنج، اللنج ما تحتاج توفر فشيء معين، هي عضو اذا اكو سي او 2 زايد او صار زياده بالحامضيه راح تطلع سي او 2 برا. زين والكبني نفس الحاله راح تطلع الاسيد الزايد، طلع القاعده الزايده، بينما البيكربونات بفر سيستم يحتاج تواجد بيكربونات ايونز يلا يقدر يشتغل، لأن البيكربونات أيونز هي اللي تشتغل، أوكي؟ فأكو 3 limitations، أول واحدة إنه هو cannot protect، ما يقدر يحمل الـ extracellular fluid من الـ pH change بسبب الـ increase and depress of CO2 levels، واثنين يشتغل بس من الـ respiratory system والـ control centers تشتغل عدل، يلا هو يشتغل عدل، وأيضا ثالث واحدة it is limited by availability of bicarbonate. مشكلته انه هو يعتمد على تواجد شغله معينه بالدم. والحمد لله والشكر لحد هنا خلصنا المحاضره الاولى، او اسف يعني البارت الاول من المحاضره الليكشر 5. ان شاء الله البارت الثاني ينزل هم من قريبا، نشرح به الاذر بافرز، اذر امبورتنت بافرز اللي هو الفوسفيت بافر مثلا، عندك هم شرح عليه هيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين بافر سيستم، وبعد واحد الا وهو البروتين بافر سيستم، وها هي يعني ان شاء الله نكون خلصنا المزمه بعد. بس حاليا حد هسه خلص البارت الاول، شكرا للاستماع وان شاء الله استفاديتوا. اذا اكو سالفه غلط سالفه هاي اتمنى انو تقولوا لي، لانه يعني بالاخير انا طالب وياكم، فممكن اكو خطا بالشرح، بس ان شاء الله يعني ماكو، بس خاف لاحظتوا اكو خطا فتسالفه شرحتها هاي، اتمنى ان تنبهوني وشكرا جزيلا.